ورحمة الله، وشكرا على تفضلكم بمتابعة برامج منصة سودان بلا كورونا من دار الأطباء، المنصة الموحدة لمكافحة جائحة الكورونا. أود في بداية هذا التنوير وهذه المداخلة أن أذكر شباب الثورة وجماهير شعبنا بأن هذه الثورة انتصرت بسلميتها، وأن هذه الثورة كان شعارها الأساسي هو السلمية، وأن اللجوء إلى العنف ما هو إلا أسلحة نعطيها لأعداء الثورة. لذلك لابد أن نواصل نحن كسودانيين مسيرة ثورتنا وتغييرنا عبر السلمية، وأن نرفض كل أشكال العنف، لأن هناك من ينتظر هذا العنف ليبرر به عنفا مضادا ينقض به على هذه الثورة. السلمية كانت سلاحنا للانتصار على النظام السابق، وستكون سلاحنا للعبور إلى وطن حر وديمقراطي. أيضا نذكر المواطنين في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل والذي تبقت منه عدة أيام معدودات، بأن عليهم الالتزام بالإجراءات التي أعلنتها وزارة الصحة، البقاء في منازلهم، الالتزام بالحظر، عدم الدخول في تجمعات، عدم يعني الذهاب إلى المناسبات الاجتماعية كالعزاء أو غيرها، أو زيارة معاودة المرضى. كل هذه الأشياء لابد أن نستمر في التوقف عنها، وننتظر خلال الأيام القادمة قرار من السلطات، من لجنة الطوارئ العليا، بشأن استمرار الحظر أو تقليله أو إنهاءه. هذا سيصدر فيه قرار من اللجنة العليا للطوارئ الصحية خلال الأيام القادمة. لا داعي للاستعجال، ولا داعي لمتابعة الشائعات الكثيرة التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في هذا المساء نستضيف في المنصة الموحدة لمواجهة جائحة الكورونا السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح، ولكن قبل تقديمه أود أيضا أن أرحب بالأستاذ وجدي صالح الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، الذي سيكون معنا في مداخلة عبر هذه المنصة قبل أن ننقل الميكروفون إلى السيد الوزير. السيد وجدي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. المواطنين الكرام، نحييكم من هذه المنصة، ونريد أن نتحدث بهدوء حول كيفية مواجهة هذه الجائحة وهذه الحرب اللعينة التي نخوضها جميعا في مواجهة جائحة كورونا. نريد أيضا أن نذكر بأن ثورتنا، ثورة ديسمبر العظيمة، وهذا النضال الطويل المستمر منذ يونيو 89 وحتى انتصار ثورتنا في أبريل الماضي، إن هذه الثورة ما انتصرت إلا حينما توحدنا. كانت حرب حقيقية في مواجهة قوى الجهل والظلام والتسلط والاستبداد، قوى القتل التي قتلتنا بدم بارد في كل ولايات السودان، في دارفور، في جنوب كردفان، في النيل الأزرق، في الشرق. سقط النظام بعد أن توحدنا، انتصرنا بعد أن توحدنا. نحن الآن في معركة حقيقية في مواجهة كورونا. هذه الحرب حتى نستطيع أن نحقق الانتصار لابد لنا أن نتوحد، وأقول نتوحد لأن هنالك بعض القوى، قوى الظلام، تريد أن تغلل من مخاطر هذا المرض اللعين وهذا الوباء اللعين. هذا وباء حقيقي، انتشاره يشكل حقيقة خطورة ومخاطر حقيقية في تحقيق أهداف ثورتنا العظيمة. لا يمكن أن نحقق أهداف الثورة إلا إذا كان كل الشعب يتمتع بالصحة الكاملة، والصحة الكاملة سواء كانت صحة جسمانية أو صحة نفسية. وبالتالي يجب أن لا نرتكن للإشاعات، أن نعمل موحدين، أن نستجيب للتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة، من الأجهزة الصحية، ومن كوادرنا الصحية. يجب أن نزيد الوعي
في كيفية مواجهة هذه الجائحة حتى نحقق الانتصار عليها ونعيش آمنين سالمين بكامل قوانا وصحتنا الجسمانية والنفسية حتى نستطيع بناء السودان بالصورة التي حلمنا بها، بناء السودان وفق المفاهيم التي توافقنا عليها، بناء السودان بالقيم التي تعاهدنا عليها، قيم الحرية والسلام والعدالة. وطن بل فيه نتساوى، نتساوى فوقه في الحقوق وفي الواجبات. ما نميز بين المواطنين لا على أساس لون، لا عرق، لا دين، لا قبيلة، لا جهة، لا أصل اجتماعي ولا انتماء سياسي. هذا الوطن يساعنا جميعا، ولكن يجب أن نتساوى فيه في الحقوق والواجبات. هذه الدولة التي حلمنا بها وتعاهدنا عليها وتعاهد عليها الثوار في كل ساحات الاعتصام في كل أنحاء البلاد إبان ثورتنا المجيدة. الثورة مستمرة والثورة تواجهها تحديات، ومن ضمنها هذه التحديات الصحية التي لا يمكن أن نتجاوزها إلا بوحدتنا. المهام كثيرة علينا، وكل منا يجب أن يؤدي مهمته في المكان الموجود فيه. وهنا دعوني أحيي لجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة بالأحياء وعلى الدور الكبير الذي قامت به ولا زالت تقوم به في توعية المواطنين وأيضا توفير الخدمات للمواطنين. ونقول إنه نحن نشيد بهذا الدور الكبير، ونؤكد أن هذا الدور يمكن أن يؤدي إلى نجاح إذا واصلنا فيه بنفس هذه الوحدة التي نسير بها، ولا يجب أن نستمع إلى أغوال الذين يحاولون أن يغللوا من المرض، من خطورة المرض، أو أن يغللوا من قيمة هذه الوحدة الكبيرة التي عاشها الشعب السوداني داخل الأحياء. المجتمع المتحابي يجب أن نسند بعضنا ونسند الأسر داخل أحيانا. الدور اللي بتقوم به لجان المقاومة ولجان التغيير من الخدمات، البعض يحاول أن يغلل من هذا الدور بأنه يقولوا يا أخي تحولوا إلى قضية الغاز، القضايا الغيرة، يريدون أن يشغلوهم بهذه القضايا الغير ضرورية. هذه قضايا حياتية ضرورية، والدور الذي تقوم به هذه اللجان دور كبير يجب أن نشيد به ويجب أن يدعم ويجب أن يعزز، ومحتاجين إلى أنه نكمل هذا الدور بالتنسيق التام مع الوزارات المتخصصة فيما يتعلق بالجائحة، جائحة كورونا مع وزارة الصحة، وكذلك فيما يتعلق بالخدمات مع وزارة الصناعة والتجارة وكل الأجهزة الرسمية. أيضا لابد من الإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به الكوادر الصحية داخل مؤسساتنا الصحية، ابتداء من أصغر عامل وحتى أكبر طبيب. نريد أن نشيد بهذا الدور ونقول إنه نحن محتاجين أيضا أن نتعامل وأن نعمل كفريق في هذه الأيام العصيبة التي نعيشها ونحن نواجه هذا المرض اللعين. وكما تعلمون أن الأعداد المصابة بهذا المرض في ازدياد، وبالتالي يجب علينا أن نزيد من إجراءاتنا، ويجب علينا أن نزيد أيضا من الطاقم البشري الذي يعمل داخل مؤسساتنا الصحية. وبالتالي أنا بقول لجيشنا الأبيض ولملائكة الرحمة بأن نستنفر جميعا للعمل داخل مؤسساتنا الصحية، داخل المستشفيات، المراكز الصحية، وحتى تقديم النصح والاستشارات الطبية للأهل والمواطنين داخل الأحياء وداخل المنازل، سواء كان بالتلفونات أو غيرها من المسائل. نحتاج حقيقة إلى أن تتكامل كل جهودنا نحن حتى غير عاملين داخل الحقل الصحي بأن نساعد ونسهم بتكملة ما يبدأه أو ما تبدأه الكوادر الصحية داخل المؤسسات الصحية، سواء كان بالدعم اللوجستي أو سواء كان بالدعم الإعلامي أو بالدعم الفني. هذه الكوادر تقوم بعمل كبير، يجب علينا أن نعكس هذا العمل في مؤسساتنا الإعلامية. أيضا نقول للكوادر الصحية نحن يجب أن نكون في حالة استنفار شاملة، نحن في حرب حقيقية وأنتم الجنود الحقيقيين الذين تصدون عنا هذا الوباء وفي هذه الحرب اللعينة التي لا نملك سلاحا لها سوى مواجهتها بالوعي
وباتباع الإرشادات الطبية والصحية السليمة التي تصدر من الأجهزة الصحية المختصة وهي وزارة الصحة. ختاما أقول إنه إن شاء الله نحن على يقين بأننا سننتصر على هذا المرض اللعين مثلما انتصرنا على النظام الظلامي البائد، ومثلما سننتصر على كل الجيوب التي تحاول أن تعيق الثورة من الوصول إلى أهدافها. نتمنى من الله العلي القدير أن ينزل علينا من الرحمة ما يزيل به عنا هذا البلاء، وأن يمكننا من مواجهة هذا المرض وهذا الوباء اللعين، وأيضا أن يمتعكم جميعا بالصحة والعافية حتى نعيد بناء بلادنا وفق ما نريد ووفق ما نهوى. شكرا جزيلا. أقدم الآن الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أبناء وبنات الوطن الشرفاء الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء جدا أن نلتقيكم في هذا المساء من هذه المنصة التي اتخذها المسؤولين جميعا في أنها هي تكون منصة للوعي ولبث روح الوعي والتكاتف والتراحم بين الناس في مدافعتنا لمرض خطير. نحن كلنا أمام معركة كبيرة ومعركة ضارية جدا، أرضها معلومة وممتدة وواسعة، لكن في نفس الوقت أن العدو غير مرئي، وده اللي بيشكل التحديات الكبيرة أمام الناس كلهم. فبالتالي حوجتنا الماسة إنه نحن نشتغل على وعي الناس، وخط الدفاع الأول اللي قاعدين نقوله كل مرة إنه هو وعي المواطن، وخط الدفاع الثاني مؤكد وليهم التحية، هم شرفاء من الجيش، الشرفاء من الجيش الأبيض اللي بيقيفوا سد منيع تجاه هذا المرض الخطير العضال. فحوجتنا الماسة إنه نحن بنشتغل في أكثر من ناحية. المبدئية الأولى خلونا نقول إنه مبدأ التكافل والتراحم والتعاون بين الناس وشيل الناس بعضهم ببعض، نحن حوجتنا الماسة له في هذه الفترة اللي عاملين فيها اللوك داون بالنسبة للناس في المجتمعات الكبيرة، وده انسحب مش على ولاية الخرطوم فقط، انسحب حتى على بقية الولايات اللي بيخلوا الزول إنه ما يقدر يشتغل، بالذات أخواننا وأخواتنا اللي هم شغالين في الأعمال الهامشية بتاعت الرزق اليوم باليوم. فحوجتنا الماسة الآن إنه نحن نعلي من قيمة التكافل والتراحم بين الناس، والرحمة دي أخواننا أصلاً مجبول عليها الإنسان، ودي مخلوقة مع الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى كتب الرحمة مكتوبة عنده في العرش قبل أن يخلق الخلق. فبالتالي الرحمن الرحيم اسمان لصفة واحدة، هي صفة الرحمة. والرحمة المفردة دي قال المنفلوطي، قال فيها كلام عظيم، قال إن الرحمة كلمة ما بين لفظها ومعناها كما الشمس في مظهرها والشمس في حقيقتها. فبالتالي هي كلمة ومفردة صغيرة، لكن المعنى بتاعها شامل وكبير. كل سور القرآن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم عدا سورة المائدة. فبالتالي نحن أمام هذه الصفة العظيمة اللي بيبتدي بها القرآن الكريم في كل سورة عشان يذكر الناس بهذه الرحمة العظيمة. 268 مرة يذكر الله سبحانه وتعالى هذا اللفظ به، لفظ الرحمة بألفاظ مختلفة. في سورة الفاتحة اللي بنقراها كل يوم هي مدخل للصلوات، ولا تتم الصلاة إلا بها، ولا تصح الصلاة إلا بها، وهي ركن أساسي من أركان هذه الصلاة. بيبقى سورة الفاتحة بنذكر فيها الرحمن الرحيم 4 مرات. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ربنا رسله قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة دي هي دي شمولية هذا الدين، وهي اللي بتأكد على مبدئية الدين الإسلامي. إنما أنا رحمة مهدى، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشكل ملامح هذه الرحمة والناس يتعمقوها ويمشوا فيها.
وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن انه نحن ربنا لو نحن دارين ربنا يرحمنا ويبسط ويغدق علينا من نعمه وآلائه. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم من لا يرحم الناس. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم من لا يرحم الناس. قال العلماء لفظ الناس عام عشان يشمل أي إنسان على اختلاف أديانه وعلى اختلاف مشاربهم الفكرية وغيره. بغي من بني إسرائيل سقط كلبا كاد يموت من العطش فغفر الله لها وشكر لها. لماذا؟ لأنها تحركت فيها نوازع الرحمة وأدت الكلب، أعطته ماء ليشرب الذي كان يأكل الثرى والتراب اللين من شدة العطش. امرأة بتدخل النار، لماذا؟ قال دخلت امرأة في هرة النار حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ليه؟ لأنه ما تحركت فيها نوازع الرحمة، تحركت فيها النوازع بتاعت الفظاظة والشقاوة الموجودة على مستوى القلب. فنحن دعوتنا إنه نحن لازم ندفع في اتجاه المعاونة بتاعت الأرامل والمساكين والأيتام والفقراء. معاونتنا لهم وتكافلنا لهم نابع من الدين ذاته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال القائم الليل الصائم النهار. وده أي زول بيسعى بمعنى إنه يقوم بحوجة ويسد حوجة هؤلاء الأرامل. الأيتام الشيء البسيط اللي أنت بتقدمه للأيتام بتلقى أجره عند الله سبحانه وتعالى. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعيه الشريفتين عشان يؤكد على إنه هو معاه رفيقه في الجنة، لأنه قائم بهذا المبدأ العظيم. بتمشي بتلقى إنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من مسح على رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ليه؟ لأنه دي نوازع الرحمة والتكافل. أبو بكر الصديق كان بيحلب الشياه للثكالة، النساء الأرامل بيحلب لهن الشياه، بيجي مع الصباح بيحلب. لما بقى أمير للمؤمنين دق في الصباح الباب، ولما مشت الطفلة الصغيرة تفتح الباب أمها قالت لها: من بالباب؟ قالت لها: إنه حالب الشيات يا أمه. فلما خرجت المرأة قالت لبنتها بعد أن زجرتها، قالت لها: لا تفعلي ولا تقولي ذلك، بل هو أمير المؤمنين. قال أبو بكر الصديق بكل تواضع: بل هو حالب الشياه. ليه؟ لأنه نوازع الرحمة والمعاونة بتاعت الآخرين يقوم بها أبو بكر الصديق. وقال: بئسة الإمارة إن هي تركتني أترك عملا أو جعلتني أترك عملا كنت أبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد على مبدأ: لئن أمشي في حاجة أحدكم خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا. فنوازع الرحمة والتكاتف والتراحم بين الناس هي ده الأمر العظيم اللي نحن قلنا نذكركم به الليلة، عشان نحن حوجتنا ليكم في أنه واحدة من التحديات الكبيرة بنواجهها أنه نسبة الفقر كانت عالية جدا طوال 30 سنة الماضية، لأنه النظام البائد أفقر المجتمع السوداني ده. فبالتالي نحن دارين نقيف مع بعض. أنا داير أذكر في ختام كلامي بأنه يا أخواننا زي ما ذكر أستاذ وجدي قبل شوية، أن قوى الظلام والشر هي الآن بتعمل على إنهاء ملامح السلمية والثورة السلمية وملامح هذا العهد الجديد اللي مستشرفين أنه نحن عشان نبني دولة السلام ودولة المواطنة اللي بتقوم على أساس الحقوق والواجبات. نحن يمكن في الأسابيع الماضية دي، أسبوعين الماضيات زي ده الأسبوع ده، بيشوفوا كيف إن هنالك يعني مناوشات بين القبائل واحتراب بين الناس والنفوس ضاقت مع بعضها البعض. نحن ما دارين نذكر قبيلة على قبيلة، لكن ربنا جاب القبائل دي ذاتها بس للتعارف إنه في نسب قريب ونسب بعيد. النسب البعيد بيوصلنا لحد أبونا آدم عليه السلام، الناس وبنو آدم، وآدم خلق من تراب. فبالتالي نحن دارين كلنا مع بعض إنه نحن نفوت الفرصة على هؤلاء قوى الشر عشان ما يضربوا الناس بعضهم ببعض. نحن محتاجين ندير التنوع بتاعنا ده إدارة عظيمة، زي ما ذكر الله سبحانه وتعالى إنه التنوع ده هو في حد ذاته دلالة على قدرة الله عز وجل، لما ربنا قال: ومن آياته
خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. أبقوا مع بعض ورتبوا حالكم وخلونا نحن نمشي مع بعض. ولسه نحن بنأكد على قرارنا في أنه أخواننا عدم ذهابنا للمساجد أمر صعب وعظيم، لكن الأعظم منه أنه نحن نحافظ على نفسنا من الهلاك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، أبغوا في بيوتكم إلى أن يكون هنالك إشعار آخر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.